مشاهدينا اذا بعد ما قررتوا وين رح تمدوا سهرتكم الليله، الان تي في بتدعيكم على سهره كلها تسليه ومرح برفقه برامجها اللي بتبدا بعد الاخبار باجواء خفيفه مسليه ومليئه بالجنون مع حلقه الليله من الليله جنون برفقه ماريو باسيل وضيوفه اللي عم نشوفهم يمكن بناحيه مختلفه وجه اخر لهم، هن من مجالات عديده ولكن الليله كلهم رح يتفقوا انه الاجواء كلها رح تكون ضحك تسليه مفاجات ومرح ليله جنون. عفيف بيسمع صوت جاي من الخزانة. لا لحظة. لحظة. حيدي عم نرقص. في حدا بالخزانة لحظة. وبيكتشف انه سليمة وكريمة بقلب الخزانة. ما في حدا. بلا 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 بلا. بلا في حدا. ما في حدا حياتي. سمعت انت عم تسمعني من ورا اللي شربته. بيعصب وبيسألون. هابي بيرثداي. مين هو؟ صرصور. بيعصب عفيف بيسأل شو عم يعملوا بالخزانة؟ بتخبروا جميلة انه عيد ميلاد. شو عم يعملوا بالخزانة؟ حياتي سربريز سربريز لأنك جاية. ما هيك؟ ايه لأنك جاية. لأنه جاية أنا؟ ايه لأنك كل سوا بدك تعمل. بدي لي سربريز؟ ايه. اوه ومين هو الجديد؟ حبيبي شو السربريز؟ ما فهمنا بعد. بالإذن أنا عم بدي أقول للبابا بيقرب عفيف وبيبوس كريمة وبيقول لها إنه لازم يحتفلوا بالمناسبة لأنه عيد كريمة. حبيبي ونسيت خبرك كمان إنه أنت جيت اليوم هي سربريز نمبر 1 ونمبر 2 إنه الليلة عيد كريمة. عيد كريمة. موا موا أنا بغنجونة كريمة أوقات. حبيبي بيرثداي موا موا إتوا. اليوم كثير بننسى بيقرب عفيف وبيبوس كريمة وبيقول لها انه لازم يحتفلوا وبيعلي صوت الموسيقى وبيبلشوا الرقص وبيتلاقوا البنات وبيرقصوا سوا. يلا لا عمل الخزانة يلا لقدام صار في تصحيط من ورا الشامبين. هيدي لمحة مشاهدينا عن أجواء حلقة الليلة من الليلة جنون، أجواء كلنا مننطرها من أسبوع لأسبوع حتى ننسى الهموم اللي بتتراكم خلال الأسبوع ونعيش سوا حوالي ساعتين من الوقت الخفيف والطريف برفقة ماريو باسيل وضيوفه. بعد الليلة جنون رح ننتقل لأجواء غريبة عجيبة بحلقة الليلة من قلبك بإيدك، مقالب وفخ إذا بدكم ما بيخطر على البال مع ضيوف حرام ما بيكونوا منتظرين أبداً المواقف اللي رح يعيشوها. لمحة عن حلقة الليلة من قلبك بإيدك. لأنك صغيرة بس لازم ومع ابتسامة كبيرة منترك ضيوف حلقة الليلة من إيدك على قلبك حتى تعرفوا كل التفاصيل لقونا الليلة على الام تي في. أما هلأ بريك قصير مشاهدينا ومنرجع للفقرة الأخيرة والأهم بحلقتنا لليوم، وول أوف فيم برفقة الفنان القدير سمير حنّا.